في العام 1947 تأسس في العاصمة المصرية القاهرة ما سمي بدار التقريب بين المذاهب الإسلامية. ضمت دار التقريب عددا من العلماء السنة والشيعة، وقصد به آنذاك تقليل هوة الخلاف بين الطرفين، لكن لم يكن لتلك الدار أي تأثير خصوصا في تقبل الطرف الشيعي لأهل السنة. هذه الدار لم تحقق أهدافها أبدا. لماذا؟ لأنك لو نظرت إلى سبب إنشاء هذه الدار كان سببها أصلا من الشيعة، والأسباب التي دعت إليها أو الغايات التي أنشئت من جرائها وأهدافها هو كان من التشيع، فلم يظهر لها أي أهداف ولم ينتج لها أي أبدا أثر ولا غاية. الجهة الثانية أن علماء المسلمين تفطنوا إلى خطر العقائد الشيعية، وأن القوم عقائدهم فاسدة وأنهم لا يتنازلون عنها، فليس هناك مساحة للتقارب مطلقا، فكان طبيعيا ألا يكتب لها النجاح، وفشلت وانتهى أمرها. كان فشل دار التقريب إذانا بأزمة فكرية أكبر، فالمعارضون للتقريب تحدثوا عن أن التشيع ليس مذهبا بل دين. حاول أصحاب دعوة التقريب تبسيط الخلاف بين السنة والشيعة وتصويره على أنه مجرد خلاف فقهي، وأن التشيع هو مذهب كسائر المذاهب الإسلامية الأربعة: الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. بينما رأى كبار علماء أهل السنة أن الأمر عكس ذلك، فالتشيع ليس مذهبا، فهو من حيث الأصول والفروع دين قائم بذاته وله فرق ومذاهب شتى. وقد صرح الكثير من مراجع الشيعة علانية بهذه الحقيقة، أن التشيع دين وليس مذهب. ومن بين من صرح بذلك محمد بن علي بن بابوي القمية في كتابه الاعتقادات في دين الإمامية، فهو يسمي التشيع صراحة دين الإمامية. وفي كتاب الذريعة للأغا بزرق الطهراني فهم ذكروا نصا دين الإمامية لا مذهب الإمامية. ظهر ذلك في كثير من كتب علماء الشيعة، حتى أن بعضهم كتب كتاب وسماه الاعتقادات في دين الإمامية، سماه دين الإمامية ولم يسميه مذهب الإمامية. هم بذلك يقولون أن الدين الصحيح عندهم هو دين الإمامية، وليس هناك دين آخر بصحيح بخلاف دينهم. ولو أنهم قالوا مذهب، لصح ذلك، لكن إنهم يقولون دين حتى يهدموا أصول، يعني أصول أهل السنة والجماعة. يختلف دين الإمامية عن اعتقاد أهل السنة والجماعة في الأصول والفروع، فالأصول الاعتقادية لدى أهل السنة والجماعة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإمامية فأصولهم العقائدية خمسة، وهي التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والميعاد. وقد ربط الإمامية بين مقام الإمامة ومقام النبوة لاعتقادهم بالعصمة المطلقة للإمام، ويعتقدون أن الإمامة هي مقتضى النبوة، والدليل على النبوة هو الدليل على الإمامة. نعتقد في أن بأن الإمامة أصل من أصول الدين، لا يعذر من يتناساها عمدا ويتجاهلها، لا يعذر، يدخل النار إن فعل. هذا ما نحن نعتقده. من أبرز الفروق بين السنة والشيعة، والفروق كثيرة، لكن أذكر منها مثلا لو بدأنا بأركان الإسلام. أركان الإسلام عندنا نحن أهل السنة كما يحفظ أطفالنا، بني الإسلام على خمس، نبدأ بالشهادتين، لكنهم يقولون
أن الإسلام بني على 5 أشياء يبدأون بالصلاة والزكاة والصيام والحج والإمامة، فلغوا الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأكدوا على الإمامة وقالوا أنها أعظم الأركان. إذن الخلاف عقائدي يبدأ من مجرد أركان الإسلام، ثم عدوا الإمامة هذه أو عدوا يعني هذه الإمامة أمرا لا محيص عنه، ويكفر من ينكرها. كل نبي بتربتك يعفر جابينا، أنت مصباح الهدى وبيك اهتدينا، للنجاة محبتك صارت سفينة، لعوفك سيدي عمره خسارة. فيما يخص التوحيد عند الشيعة فإنهم يقولون إن صفات الله عين ذاته، فليس هناك علم زائد على الذات، بل العلم هو عين الذات، وليس هناك إرادة زائدة على الذات بل أكثر من ذلك. ويقولون الله ليس ذاتا وصفات، بل ذات صرفة، إنه صرف الوجود. فهم ينكرون صفات الله إذن بالكلية. إذا أصابتك الحاجة، محتاج حاجة شديدة، أكررها هذه الرواية لأن كم واحد يسألني الرواية شو تقول، إذا أصابتك الحاجة تصلي ركعتين تقرأ فيهما ما شئت، شو تريد، الحمد وسورة، خلصت ثم تسبح تسبح فاطمة، خلصت ثم تسجد وتقول بسجودك 100 مرة يا فاطمة يا مولاتي يا فاطمة، 100 مرة بالسجود تقول يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، 100 مرة. بعدين قم خلي الجانب الأيمن على الأرض، توسل بقلبك نفس الشيء، مولاتي يا فاطمة، 100 مرة أيضاً أغيثيني، ثم بعد ذلك ترجع للسجود مرة أخرى 110، تقول 110 مرات يا فاطمة أغيثيني، ثم تجلس، سوف يقضي الله تعالى حاجتك بإذن الله تعالى. مريم ذكرت 20 مرة والزهراء ولا مرة، فهذا بيطلع معهم البسطاء شو، انه مريم افضل من الزهراء. انا اجبت بهذا الجواب ببركات مولاي صاحب الزمان لذكره الصلوات باعلى اصواتكم. بالله عليكم لو كان عندنا ملك من الملوك، سلطان السلاطين، ملك الملوك وعنده مملكة وعرش ودولة، ركزوا بالمثال معي، وهذا الملك، اسمع سيد، هذا الملك والسلطان عنده خدم وعنده حريم وزوجات، هذا الملك إذا ذكرت حريمه وأسماء حريمه أمام البشر، أمام الحاشية، أمام الناس، يزعل والله ما بيزعل؟ إذا سميت له اسم زوجته بيزعل والله ما بيزعل؟ بيزعل. لماذا؟ لأنك سميت اسم حريمه وزوجاته أمام البشر. أما إذا قلت له أيها الملك جاريتك مريم فعلت كذا، خادمتك مريم فعلت كذا، ينزعج أو لا ينزعج؟ ها؟ شو إيه؟ بينزعج ولا ما بينزعج؟ لا ينزعج. ليش لا ينزعج؟ لأنها خادمة، لأنها جارية. إذا سميت جارية الملك أمام وزرائه وحاشيته لا يغضب، أما إذا سميت أسماء حريمه وبناته يغضب أو لا يغضب؟ يغضب. لذلك الله سمى مريم في القرآن 20 مورد لأنها جارية وخادمة، أما فاطمة ما سماها لأن فاطمة من حريم الله، وحريم الله تعالى مصان أن يذكر اسمه أمام كل أحد.
يا سماء اشهدي ويا أرض قري واخشعي إنني ذكرت عليا. عندما تذكر عليا فقد ذكرت الله سبحانه وتعالى، لما لا؟ إذا انكسرت جناحاتي أقول يا حسين، إذا العدو الناصري يريد يأذيني أقول يا حسين، إذا المجرم يحاربني أقول يا حسين، إذا العدو اليهودي الإسرائيلي يقابلني وينكم يا شيعة لبنان؟ يا شباب، يا من كتبتم على رؤوسكم يا حسين وحاربتم العدو الصهيوني الإسرائيلي ودمرتموهم عن بكرة أبيهم وبقيتم رجالا أحرار، من الذي ساعدكم يا شباب لبنان؟ حسين، ولا ينجيكم غير الحسين. أما مصادر التشريع المتفق عليها عند جمهور الأمة فهي القرآن الموجود بين دفتي المصحف من دون زيادة أو نقصان، والسنة النبوية الشريفة، والإجماع. والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من حيث الرجوع إليه، حيث إذا لم يتم العثور على حكم ما في القرآن ولا في السنة ينظر إذا كان أجمع علماء المسلمين عليه، فإن وجد ذلك أخذ وعمل به. أما مصادر التشريع عند الإمامية فهي أربعة: القرآن والسنة والعقل والإجماع. مصادر التشريع عند السنة تكون في القرآن الكريم. أولا، القرآن الكريم الذي بين دفتي المصحف الموجود حاليا، الذي من غير تحريف ولا زيادة ولا نقصان. المصدر الثاني وهو السنة النبوية المطهرة التي هي مفسرة وموضحة للقرآن الكريم. نأخذ السنة الصحيحة بضوابطها الشرعية والقواعد التي أسسها علماء المسلمين لهذا العلم الهام الخطير، فنتبع القرآن والسنة كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وعلى هذا صارت الأمة. ثم الإجماع، الإجماع بأن تجتمع كلمة علماء المسلمين على رأي فيكون بذلك إجماع. هذه هي أصول أو مصادر التشريع عند أهل السنة. أما عند الشيعة فإنهم يقولون مصادر التشريع هي القرآن، السنة، العقل، القرآن، السنة، العقل، الإجماع. طيب، هم بذلك يضيفون قولا ثالثا أو أمرا ثالثا وهو العقل. لماذا يقولون بالعقل وهم يتفقون مع ذلك مع المعتزلة؟ لماذا يقولون في ذلك بالعقل؟ يقولون لأن القرآن والسنة يحمل وجوه حمالا لأوجه شتى، فإن العقل هو الذي يكون حاكما على هذه النصوص إما بالقبول وإما بالرفض، فيدخلون أو يقحمون العقل في مصادر التشريع. ويقولون أيضا الإجماع بأن تتفق أئمتهم على رأي من الأمور أو على مسألة من المسائل وبذلك يأخذون بها. فمصادر التشريع عند السنة ثلاثة: القرآن، السنة، الإجماع. عند الشيعة أربعة: القرآن، السنة، العقل، ثم بعد العقل الإجماع. من خلال هذه المقارنة ربما يعتقد البعض أن المسافة ليست بعيدة بين الطرفين، إذا ما أخذنا بالقرآن والسنة النبوية الشريفة باعتبارهما يشكلان نقطة ارتكاز مشترك في التشريع لدى الطرفين. ولكن سوف يتبين حجم الخلاف حين نرى أن مراجع الإمامية يطعنون في سلامة مصدر التشريع الأول وهو القرآن الكريم، علما أن طوال القرون الأربعة عشر الماضية لم تراود فكرة التحريف زيادة أو نقيصة ذهن أحد من المسلمين ما عدا مراجع الإمامية، فهم وحدهم من قال بتحريف القرآن. أما الشيعة فإن كانوا يأخذون من القرآن إلا أنه لا يغفل أو لا يخفى علينا أن فيهم من يقول بأن القرآن الكريم محرف،
وأن القرآن الكريم ناقص، وأن هناك آيات حذفت من القرآن الكريم، كمن يقول مثلا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بعلي صهرك. وهذا كذب، هذا كذب. إن كان علي صهر النبي صلى الله عليه وسلم في فاطمة، فإن عثمان رضي الله عنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم في رقية وأم كلثوم. ثم هذه الصورة صورة مكية، صورة مكية نزلت بمكة، وعلي لم يصاهر النبي إلا في المدينة، فكيف يقول في المدينة قبل المصاهرة وعلي صهرك؟ الشاهد أنهم يقولون بأن القرآن محرف، ويقولون بأن عندهم مصدر آخر غير القرآن الكريم يسمونه مصحف فاطمة، يقولون أنه يعني إملاء جبريل على فاطمة وبخط علي رضي الله عنه وأرضاه، ويقولون مصحف فاطمة به يعني ثلاثة أمثال ما بالقرآن الكريم وليس فيه حرف مما في قرآنكم. الآية هكذا كانت: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران وآل محمد على العالمين. الإمام جعفر الصادق عليه السلام يقول هكذا نزلت ولكنهم حذفوها. ثم يظهر نسخة القرآن بخط جده علي بن أبي طالب، هاي النسخة اللي كتبها أمير المؤمنين، وجاء بها إلى أصحاب رسول الله، قال: هذا القرآن أنا جمعته، هذا القرآن موجود؟ قالوا: لا، عندنا قرآن. قال: زين، هذا القرآن رجعه. بعد ذلك فكروا، قالوا: لا 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 لا، تعالوا تعالوا تعالوا، نقول لعلي يأتينا بهذا القرآن وبعدين نتخلص من القرآن اللي عنده. فقالوا له: يا أبا الحسن، هات القرآن اللي عندك. قال: لا والله، خلص، سبق السيف والعذل، هذا لا يخرج إلا عند ولدي الإمام المهدي القائم، هو يخرجه إلى العالم كله. والله إذا أردت أن تتحدث عن هدف الإمامية في الطعن في القرآن وبالقول بتحريفه، فقل أنهم بذلك يريدون أن ينشروا مذهبهم، ويريدون بذلك أيضا أن يعني كل ما يخالف آراءهم معتقداتهم عباداتهم من القرآن ومن صحيح القرآن ومن صحيح السنة النبوية يكون محرفا، يكون القرآن محرفا، فبذلك يكون الباب مفتوحا أمامهم بأن يخترعوا، بأن يبتكروا، بأن يتقولوا، بأن يكذبوا، بأن يقولوا أشياء كثيرة وبذلك يصدقهم الكثير، لأنهم يعتقدون أن القرآن محرف، مع العلم أن القرآن الكريم لم يكن بتحريفه أحد من المسلمين بتاتا غير الشيعة. طبعا هم ينكرون هذا الكلام إذا تكلموا معنا على سبيل التقية التي هي من أساس عقائدهم. التقية أن يقول لك خلاف ما يبطن، أن يظهر لك خلاف ما يبطن، وهذا نفاق. فإن قلت لهم يقولون: لا لا لا، ما نقول ذلك، ونقول لهم: كذبتم. فإن شيخا من كبار شيوخكم وهو حسين النوري الطبرسي ألف كتابا أسماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، ولم تنكرون عليه، ولم تتبرأوا من كتابه ولا من رواياته، بل كرمتموه لما مات بأن دفنتموه في النجف الأشرف الذي لا يدفن فيه إلا كبار العلماء. معنى هذا أنكم مقرون بذلك. كان حجم الهوة العقدية بين أهل السنة والجماعة من جهة، وبين دين الإمامية من جهة أخرى، يجعل مسألة التقريب أمرا مستحيل. فهذا إن دل فإنما يدل على أن لهم دينا خاصا بهم، ولو كان دينهم يوافق ديننا فإن مصادرنا مفترض أن توافق مصادرهم، فيأخذوا من نفس هذين اللبعين الصافيين. لكن هم يعلمون أن لهم دينا ألفه عبد الله بن سبأ اليهودي، ولن يقبلوا بهذا الدين الذي أنزله الله عز وجل. حتى أن يعني نعمة الله الجزائري، وهذا من كبار علمائهم، يقول: نحن لا نؤمن بالإله الذي رسوله محمد الذي خليفته أبو بكر. بمعنى يقول: لو كان الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ومحمدا يعني كان أبو بكر خليفة من بعده، فإحنا سنكفر بهذا النبي وبهذا الإله. سبحانك، هذا بهتان عظيم.
سنوات طوال وجهود عدة بذلت للتقريب بين السنة والشيعة، لكنها انتهت بالفشل، ما جعل كثير من علماء السنة يتحدثون عن عدم جدوى الحوار مع الشيعة ويعلنون ندمهم على محاولات التقارب معهم. لم نعد ندعو الشيعة، ندعونا الشيعة في أول الأمر، ولكن يعني بعد ذلك اختلفنا في أمور كثيرة، لأن وجدناهم يسعون إلى أن يغزوا المذهب السني، وأرسلنا 40 داعية إلى بلاد أفريقيا، فهؤلاء 40 الداعية رصدوا البلاد الإسلامية كلها، وجدوا هناك يعني ملايين من الدولارات وآلاف من الرجال الشيعة يعملون على غزو السنة، ولذلك احنا يعني لم نعد يعني ندعو، وهم فرقونا، كانوا معنا فرقونا، لم يعودوا يحضرون معنا. والله ندم الشيخ وندم غيره من المشايخ ومن العلماء الذين كانوا يدعون دائما إلى التقارب، لأنه لم يجد صدى، لم يجد الأمور كما كان يظنها، كان يظن أن الأمر فيه قرآن وفيه سنة وفيه اتفاق على القواعد أو الأصول، وأن الحق هو القائد الأعلى في المسألة، لكنه وجد بعد ذلك تحريف وتضليل وتغيير، ووجد نية سيئة بعدم التقارب أبدا. فكيف نجتمع وكيف يجتمع من يقول بأن القرآن كلام الله محفوظ وبين من يقول أن القرآن محرف؟ كيف يجتمع من يقول الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مع من يقول أن الصحابة كفار ومن أهل النار؟ كيف يجتمع من يقول أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وهم يلعنونهما في الصباح وفي المساء، وعندهم دعاء اسمه دعاء صنمي قريش يقولونه في كل صباح، اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيهما إلى غير ذلك. فكيف يقترب أو يتقارب من يثني على الصحابة ويترضى عليهم مع من يسبهم ويلعنهم ويكفرهم؟ كيف يلتقي الليل مع النهار والنور مع الظلام؟